أم أنور بقلبها المحروق على ابنها المستهدف من قبل ميليشيات الحوثي وصالح إلى جوار منزله بجبل جرة. أولي كان يسطع علينا أولي علينا كان يروح لي الطحين فقط مدر يروح لي الماء يروح لي أبور يروح لي كل حاجة فقط مدر. اليوم ذاني عندي صورة بعده ولا أسيك فايدة. تستعيد ذكريات منزلها الذي دمر بالقذائف، ولم تترك لها إلا بقايا منزل هو كل ما وفرته خلال عمرها المديد. الحوثيين يهود معتدين، فتح علينا الزربة، الكلاب دخلوا يأكلونا ويأكلوا عيالنا، هو اللي فتح علينا الزربة، هو اللي فيش منها. لم يبق من الحياة أكثر مما فات، ولكن الحسرة على الإبن والمأوى قد ترك أثره على أم أنور. حصلنا من الكهرباء، حصلنا من الماء، حصلنا من المواد الغذاء، حصلنا من العلاج، حصلنا ما خلي لنا شي حاجة. مو الذي عهد احنا شنبكي على علم مدي لنا. لا مكان آخر يأويها غير هذا المنزل وإن كان محطما، فلها من جيرانها أسوة وقدوة. دقدق الدنيا كله الفقر وغني دقدقونا جمعة ما خلوا لنا شي حاجة.